مرحبا بكم معنا اليوم، وخلال الحضور ديالك معنا يعني في هذا اللقاء اللي كنشوفوا الدوره التكوينيه، اش يمكن لك تقول لنا؟ اولا كنشكر بدايه قبل واحد تعريف سام طيب زهراني البطل بطل سابق في رياضه بناء الجسم ومؤطر في نفس الرياضه. اليوم كما كتلاحظوا معنا منظمة الجامعة الملكية المغربية لبناء الجسم والفيتنس دورة تكوينية في رياضة شالنج فيتنس، يعني رياضة اللي هي تعتبر رياضة اللي جديدة، ويلا مؤخرا كانت تبنتها الجامعة الدولية، وكنشوفوا بأن الجامعة ديالنا ديال بناء الجسم يعني سباقة باش تنشر هذه الرياضة في المغرب، وخير دليل على ذلك هي الدورات اللي كدير في جميع ربوع المملكة. والفضل كيرجع صراحة للسيد رئيس ديال الجامعة السي خالد الراحي والإخوان ديال أعضاء المكتب المسير ديال الجامعة اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير من أجل تطوير رياضة بناء الجسم والرياضة المشابهة لها. والحمد لله اليوم جو عندنا هنا لمدينة السطات باش دار هاد الدورة التكوينية، ويستافدوا أبناء مدينة سطات والجمعيات ديال مدينة سطات يستافدوا من الدورة التكوينية، وفرصة جيدة، مبادرة كبيرة من الجامعة الملكية، وكنتمناو أن الإخوان ديالنا يستافدوا، وإن شاء الله باش هما يساهموا في تطوير هذه الرياضة ويخرجوا أبطال اللي يشرفوا المدينة ويشرفوا العصبة ديال الدار البيضاء سطات في الفيتنس وبناء الجسم. والحمد لله كما شفتوا كما دخلتوا شفتوا لا في النظري لا في التطبيقي، فالجامعه دائما كتسهر باش يكون واحد باش كتجلب مؤطرين في المستوى اللي كيلقنوا الرياضه بجميع الحذافير ديالها، واللي كيعطيو واحد المنتوج اللي هو جيد باش الرياضيين ديال المغرب يحصلوا على 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 يعني على ميداليات، وهذا هو الهدف ديال الجامعه. ونتمنوا يكون عندنا حظ حنا الابطال ديالنا حتى هما يكون عندهم حظ في البطولات الوطنيه والبطولات الدوليه. سي لطيف زهراني اليوم انت كرياضي وسطاتي كبطل يعني سطاتي يعني رفعتي الرايه المغربيه في عده ملتقيات، كيفاش كتشوف الرياضه اليوم في مدينه سطات؟ والحمد لله الرياضه في مدينه سطات اللي كتكون في الايادي الامنه، وكيكونوا ولاد الرياضه هما اللي كيتبناو هذه الرياضه، فعرف بان راه الامور ان شاء الله دائما كتكون بخير. والحمد لله بفضل ديال التنسيق مع 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 الجامعه الملكيه، الحمد لله راه مؤخرا كما كتشوفوا راه واحد المجموعه ديال البطولات اللي دارت هنا في المدينه، واحد المجموعه ديال الدورات التكوينيه، وهذا راجع لتكافؤ الفرص اللي كتقوم بها الجامعه، والنظره الثاقبه ديال المسيرين ديال هذه الرياضه في المدينه. والحمد لله يعني صراحه كنلقاو دائما الصدر رحب، ودائما لا اي حاجه كنحتاجوها من السيد الرئيس انه فاتح لنا الابواب ديالو، في اي وقت كنتواصلوا معاه في اي حاجه كنتواصلوا معاه كيكون حتى هو كيتجاوب معنا 100%، وهذا هو اللي كنتمناو. سي لطيف زهراني، مدينة سطات عطات عدد كبير ديال الابطال السطاتيين في شتى مجالات، يعني في مجالات كثيره، شنو هو الاسباب اللي خلى هاد الابطال ما يبانوش على الساحه الوطنيه؟ كان واحد الاشكال اللي هو كانوا بعض المضللين لهذه الرياضه في المدينه هما اللي كانوا كيعطيو واحد الصوره سيئه على الجامعه، وكنا حتى حنا صراحه مشينا معاهم في الطرح ديالهم، لان ما كناش عارفين الخبايا وراء هذاك الشيء، ولكن الحمد لله ملي تواصلنا مع المكتب الجامعي ومع الرئيس، لانه كانت كتعطينا واحد النظره سيئه للاسف، هذوك الناس كانوا كيسوقوا لواحد الصوره اللي هي سيئه على الجامعه، ولكن الحمد لله بالعكس لقينا العكس ديال هذاك الشيء، ولقينا بانه هما هذوك الناس هما اللي كيبنيو هذيك الصوره اللي تعطوها على الجامعه. والحمد لله خير دليل على ذلك كما قلت لك راه كتشوف الانشطه اللي تنظمت مؤخرا، يعني ماشي مؤخرا يعني تقريبا دابا 4 سنين الحمد لله، ولا
ولا 3 سنين ونص وحنا كنشتغلوا مع الجامعة في اعلى مستوى وكنحضروا الجميع التظاهرات اللي كدار داخل المملكة وجميع الجموع العامة اللي كتنظم الجامعة كتستدعينا. وهذا واقع صراحة وهذه حقيقة خصناش نخبيوها وما خصناش نغلطوا الرأي العام ولا الرياضيين ولا الجمعية الرياضية ديال المدينة ولا حتى الجمعية الوطنية. فهذه حقيقة والحمد لله.